قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه فيقول: اللهم اهدني، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وربنا تبارك وتعالى لما بين بعدما مدح نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وبين له سر نجاحه وسر توفيقه في هذا الخلق العظيم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ربنا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بتأسي الناس به واجتماع الناس حوله بسبب أنه كان صادق، بسبب أنه كان أمين، بسبب أنه كان شجاع، بسبب أنه كان قائد قوي، بسبب أنه كان اجتماعي بين الناس. يعني هل ربنا لما بيّن اجتماع الناس حوله ذكر له صفاته ومناقبه، ولا بيّن له الشيء اللي لما اجتنبوا الناس اجتمعوا حوله؟ قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. يعني لكونك لست بفظ ولا غليظ اجتمعوا من حولك. يعني انت ممكن تكون صادق وأمين وعلى علم وذو وجهة بين الناس، وفيك من الصفات والمزايا ما يستطيع الخلق أن يعددونها عليك، لكن فظ وغليظ، فيك مشاكل في الأخلاق، هل كل الصفات دي هتبقى بين الناس أو حد هيعرفك بيها؟ لا، صح كده؟ يعني لازم عشان مناقبك تؤثر في الناس من حولك لازم يكون في صفات معينة لا يجوز أن تتصف بها، صح كده؟ طيب، هناك صفات هي سبب اجتماع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها إيه؟ صفات التعايش، اللي خلت الناس تتعايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، واللي خلت اليهودي اللي عايش في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما يحصل خصومة بينه وبين صديقه اليهودي اللي مشاركه في التجارة يقول له: اذهب بنا نختصم إلى محمد ليقضي بيننا صلى الله عليه وسلم، حتى من غير ملتي ارتضوه حكما بينهم، لأنه لم يكن فظا ولا غليظ. إذن في صفات معينة لازم انت تجتنبها حتى ولو كنت انت من افضل الناس كده وزنا، لما نيجي نقيمك بينك وبين الناس نقول انت احسن واحد في الدنيا، مفيش حد زيك، لكن هناك صفات لازم تبتعد عنها على الوجوب حتى تكون هذه الصفات فعلا لها ثمرة، فعلا لها اثر. دستور الاخلاق بين المؤمنين أفرده ربنا تبارك وتعالى في سورة من القرآن اسمها سورة الإيه؟ الحجرات. الصفات اللي ربنا أراد أن يجتنبها المؤمنون حتى يتعايشوا، صفات أولها لا، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كلها محظورات، كلها موانع، كلها بيقول لك حتى لو أنت أفضل الناس وفيك هذه الصفات ولا لك وزن ولا لك أثر ولا لك وجود، بل الناس كلها تكرهك وتبغضك حتى لو انت ذو قيمة. صلوا على النبي وآله صلى الله عليه وسلم.
تعالوا نشوف هذه الصفات اللي واجب علينا احنا عشان نتعايش مع بعض ونبقى مجتمع متماسك، كلمته واحدة، ذمتهم واحدة، تسعى على أدناهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يكون بيننا صفات ترغمنا جميعا على التعايش وعلى الإخاء وعلى المحبة وعلى التصافي والود. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس ابن شماس، وذلك أنه كان في أذنه وقر، وقر يعني صمم، يعني ما بيسمعش كويس، وكان يحب أن يدنو من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمع لما يقول. واحد سمعه تقيل. وإنه ذات يوم فاتته ركعة من صلاة الفجر، جه في الركعة الثانية، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اجتمع الناس حوله وأخذ كل واحد منهم مجلسه. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يجلس، الصحابة كلهم يجتمعوا حواليه، وكان يخبرهم، يتحدث إليهم، حتى كان يتحدث يقول: هل منكم من أحد رأى اليوم رؤيا؟ يطمن عليهم ويشوف إيه الموضوع، حد عنده سؤال أو استشارة. وكان ثابت بن قيس حافظ جدا على الجلسة دي، ويدنو من النبي صلى الله عليه وسلم عشان مشكلة السمع اللي عنده. خلص الركعة اللي فاتته بسرعة، وإذا به الناس قد اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد مزدحم ومفيش مكان جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يسمع، عايز يسمع. فإذا به يمشي بين القوم ويقول: تفسحوا، وهو كان صوته عالي لأن ما كانش بيسمع كويس، فكان طبيعي أن يكون صوته عالي، وهو ينادي بأعلى صوت في المسجد: تفسحوا تفسحوا، والناس تفسح له. حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فاصطدم بأحد القوم وهو يقول: تفسحوا. فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس، صدعناش بقى، اقعد خلاص. فجلس وهو مغضب متضايق، يعني ازاي ده يكلمني كده. فلما جلس وهو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، كلم الذي بجانبه قال: من هذا؟ مين اللي شخط فيا ده وقال له اقعد وخلاص؟ ما قال له رجل: هذا فلان. قال: ابن فلانة، وذكره بأمه، واخد بالك، ذكره بأمه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فورا، يعني بيقول له: فلان ده اللي بيشخط فيه، مين ده يعني؟ ابن فلانة، اللي كانت أمه بقى ممكن تكون بتعمل عمل بسيط، كانت بتشتغل وتسعى على أولادها اللي ليس لهم نفقة، كان فعيره بأمه، ذكر أمه وعملها في الجاهلية. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكون هؤلاء الذين عيبوا خيرا من الذين عابوا، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلماذا تسخر من الآخرين؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ فقال والله مادة سخرة دي في اللغة العربية الراغب الأصفهاني بيقول تدور حول معنيين: المعنى الأول الإذلال، والمعنى الثاني التحقير. حتى تجد ربنا يقول إيه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل الكائنات ربنا ذللها لنا، ها؟ نذبح ما نشاء من الأنعام ونأكل، نذبح ما نشاء من الطير، ذللها لنا. طيب، والسخرية أيضا من التحقير والتنقيص والتعيير وإلصاق العيب بالناس. قالوا برضو هذه الآية لها مناسبة، ما كانتش دي قصة واحدة. الإمام الطبري قال نزلت في عكرمة ابن أبي جهل،
عكرمة بن أبي جهل أسلم سنة 9 هجريا وحسن إسلامه، ولكن مين أبوه؟ أبو جهل. فكان الناس يقولون له يا ابن فرعون هذه الأمة، فكان يتضايق من الموضوع ده، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعيرونني يقولون يا ابن فرعون هذه الأمة. فنزل قول الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. طيب، الصحابة بلغوا في ذلك مبالغة شديدة جدا في هذا المعنى، بل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الموقف ده وعايزك تركز فيه، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة صفية بنت حيي بن أخطب لما دخل على بني النضير، وكان سيدهم حيي بن أخطب، وبعدين وصلوا اتفاق في الآخر قال خلاص أتجوز بنتهم ويبقى إيه، خلص الموضوع وأسلمت القبيلة جميعا، يعني حتى يذكروا بفخر، كانوا بيحبوا الفخر بالأنساب كما تعلمون. فجاءت السيدة صفية وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله إن النسوة يعيرنني يقولن لي يا يهودية بنت اليهوديين، وهي زعلانة جدا متأثرة، ده أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يعيروها بشيء في الجاهلية. فقال لها النبي، شوف الخلق، تعلموا يا أخوانا، شوف الخلق صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما تقولين لهم نعم، فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، فغير نسبها بقت إلى الأنبياء، عم أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث أنبياء أنا أمتثل أنسب إليهم، تطيبا لخاطرها. فكانت تقول ذلك حتى انتهى الناس. طب ربنا بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الخطاب لمين؟ للكل، قوم دي تشمل رجال ونساء. وبعدين يعيد تاني الأمر ويخص به النساء ويقول ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالإمام القرطبي بيقول أعاد الأمر مرة أخرى للنساء، مع إن الأمر الأول يفيد التغليب للرجال والنساء معا، لكن أعاده مرة ثانية للنساء لأن ذلك يكثر بينهن، يكثر بين النساء السخرية والغيرة، هذه من طبائع النساء. ولما أقول من طبائع النساء مش معناها أن ده عذر ليهم، لا، ده معناها ده الخطر بتاع النساء، دي الصفات اللي ينبغي على النساء، يجب عليهن أنهم إيه، يتبرؤوا منها، يتبرأن منها ويتجنبنها ويصلحوا أنفسهن في ذلك. يعني دايما لما بنقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، الحديث ده أنا بيقطع في قلبي بصراحة، أنا عند أتفكر في النساء أقول يا الله والله بتعبوا جدا في موضوع، يعني من أول يوم والله النساء يعني بتعبوا تعب شديد جدا، ما بين تربية الأولاد، خدمة الزوج، الحمل والرضاع، وما وسائر هذه الأمور، يعني تعب ونصب، فلذلك ربنا عوضهم إن ليهم ثلاثة أرباع البر، والأب ليه الربع بس، ها؟ قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، الأم ليها ثلاث أرباع البر. لكن الحديث ده يتعبني، تعبني، لماذا على كل هذا الجهد؟ والمرأة ممكن تكسب به خير عظيم جدا ومع ذلك تضحي بهذا الأجر لمجرد صفات أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء لابد أن يجتنبنها. فبيقولوا له ليه يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير ويكثرن اللعن، هي دي المشكلة،
يكفرن العشير يعني ينكرن الجميل. لو أحسنت إلى أحدهن شيئا الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحديث ده بقى أنا اللي بيزعلني فيه إني لقيت الناس بتستقبله على سبيل التندر. يعني لما نقول الحديث ده الناس تضحك، لكن هو يا إخوانا تنذير من النبي صلى الله، انذار شديد اللهجة، بيقول لهم سبب دخولكم النار كفران العشير وإكثار اللعن. فخلي بالكم يا نساء الأمة، خلي بالكم، خلي بالكم لما يحصل أي مشكلة بينك وبين أختك ما تنسيش كل الفضل اللي بينكم. يحصل مشكلة بينك وبين زوجك ما تنسيش كل الفضل اللي بينكم. يحصل مشكلة بينك وبين أخوك أم، هذه مشكلة. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على النساء إنهم يخلي بالهم، يحذروا من هذا الأمر، يكثرن اللعن، يتكلموا كتير. أخت تغار من أختها أو تغار من ضرتها أو تغار من سلفتها أو، فخلاص يبقى الكلام اللسان طلق ولا يتوقف. تقول طيب بس الموضوع ده برضو في الرجال، ما هو في رجالة فعلا بتنكر الجميل وفي رجال فعلا بتكثر اللعن. أيوة ده الكلام خرج مخرج الغالب، يعني غالب من يفعل هاتين الصفتين النساء. والرجال ليس لهن باعث إنهم يعملوا الكلام ده، فده معناه ان للرجال لو نكروا الجميل او اكثروا اللعن فهم اشد وزرا من النساء واعظم عقوبه، لان ليس لهم دافع في ان يتخلقوا بمثل هذه الاخلاق. المراه خلق الله في فطرتها الغيره، وده كان حاصل بين النساء الكوامل من الامه امهات المؤمنين. طيب يوم يؤكد ربنا على هذا المعنى لكثرته بين النساء، وبعد ما يأمر ينهى عن السخرية والاحتقار بين الناس، يوم يذكر صفتين ويأكد عليهم للانتشار، هم برضو من السخرية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز هو الطعن والعيب، يعني بيقول لك لا تعب أحدا من الناس، بس بدل ما يقول أحد قال إيه أنفسكم. ده معنى خطير جدا، معنى قوي قوي مؤلم. ركز معايا بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، ركز معايا يا أخي. ربنا بيقول ولا تلمزوا ولا تعيبوا أحدا، بس بدل ما يقول أحدا قال إيه أنفسكم. ده معناه أن أنت لو عبت أحد أو طعنت في أحد فإنها ستلزمك حتى تكون أنت طاعنا في نفسك. فبيقول لك ابتداء ما تطعنش احد لانك الطعن ده هيعود عليك. ده اللي قاله سيدنا عبد الله بن مسعود. الصحابه كانوا بيخافوا جدا من هذا الامر. شوف سيدنا عمرو بن شرحبيل يقول والله والله لو مررت برجل يرضع عنزه. ده ممكن؟ ده ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي راجل بيرضع معزه؟ ده شيء يعني يتصور؟ ده قمة المهانة بقى. مين اللي ما يضحكش على الأمر ده؟ مين اللي ما يسخرش؟ بقول والله لو وجدت، لو مررت بطريق ووجدت رجلا يرضع عنزة ما تكلمت بشيء خشية أن أعمل مثل عمله وأنا لا أدري. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ البلاء موكل بالمنطق. ركز في الكلام ده، البلاء موكل بالمنطق. فوالله إني أخشى أن أسخر من كلب فأحول إلى كلب مثله. تخيل وصل الأمر أنه لا يسخر بحيوان خشية أنه تنال بعض صفاته. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ ده بقى الكلام الخطير اللي أنا عايز أقوله لك. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ من عير عبداً بذنب قد تاب منه. انت ليك واحد صاحب، وده بنسمعها كتير، انا بنفسي سمعتها كتير بين بعض الناس لما كنت بصلح بينهم. اول ما حصل بينهم خلاف يقول له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت مش فاكر لما جيت هنا؟ ده انا احنا لميناك من البارات ولميناك من مش عارف ايه، ويذكر كل الامور. وهو الاخ صار صالحا وتاب من كل هذه الامور. فبيقول ايه بقى؟ من عير عبدا بذنب قد تاب منه كان حقا
على الله أن يبتليه بذلك الذنب. طب دي لوحدها عقوبة؟ لا، بس ما وقفتش لحد هنا. بقول كان حقا على الله أن يبتليه بذلك الذنب حتى يفضحه بين الخلق. مش بس أن يبتليه بنفس الذنب، لا، ده يبتلى بالذنب الذي عير منه أخاه التائب، ويوصل الأمر للفضيحة أنه يفضح بهذا الذنب ويذكر به. فبيقول خلي بالكم، البلاء موكل بالمنطق. لذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، لأنك لما تعيب حد وتطعن في حد وتتكلم على حد وتستحل عرض حد وترميه بما ليس فيه، لازم 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 ربنا تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، هتعود إليك حتى تذكر أنت بها. بس أنت كنت بتقولها على أخيك زورا وبهتانا، أو تذكره بذنب قد تاب منه، فلن تكون فيك إلا على الحقيقة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. تخيل لو أنت بينك وبين أي حد من الناس معروف وخير وعشرة وفضله، وجيت مرة من المرات كده عيرته بأمر كان بينه وبين الناس، هيعمل إيه معك؟ هينسى كل اللي حصل، كل اللي كان بينكم معروف أنت أحبطته. قال فركزوا على الأمر ده، ولا تلمزوا أنفسكم. الحاجة التانية، ولا تنابزوا بالألقاب. كان الرجل منهم له في الجاهلية اسم واسمين وتلاتة، يتصل بعمل من أعمال الجاهلية. تلاقي الأخ بقى صالح كده وملتزم وصحابي وبيقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه صار يعلو النور. يوم واحد ما قبله يقول له إيه يا فلان، أنت نسيت أيام ما كنت اسمك كذا؟ ولا خليه ماشي بالناس ويقول له يا باسم كده يدل على عمل غير صالح يعني في الجاهلية. سيدة، حديث صحيح مسلم، سيدة عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فحاكت عنده رجلا. يعني ايه حاكت؟ قلدت واحد وهو بيتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها وقال ما أحب أن تحاكي عندي أحدا ولو أن لي كذا وكذا. يعني لو أنا لي من المال مثل أحد مثلا أو كنوز الأرض، ما حبش أبدا أن أنا يعني لو خيرت أن حد يحاكي عندي وأخذ هذا المال ما أعملهاش أبدا. ثم ذكرت أمامه صفية، برضو تاني السيدة صفية كانت قصيرة. ثم ذكرت أمامه صفية قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها هكذا، وأشارت بيدها يعني قصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني إيه مزجت؟ خطايا. هذه الكلمة ما ترتب عليها من خطايا وسيئات لو اختلطت بماء البحر لغيرته حتى ظهرت فيه الخطايا والسيئات. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب احنا كلنا شيخ بصراحة عملنا الامر ده، كلنا كده في لحظة غضب بيننا وبين اصحابنا، بيني وبين مراتي، بيني وبين صديقي في العمل، بيني وبين شريكي، نشرنا الغسيل زي ما بيقولوا، يعني ادينا ما سبناش. وربنا يعفو عنه، ايه المطلوب؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى لازم الاول تتوب فيما بينك وبين الله، ثانيا تراضي اخوك ده اللي انت اذيته وطعنت فيه حتى ترد اليه المظلمة، والامر الثالث حتى تنجو انت فلا تعير بما عيرته به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.